أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. الدولار الأمريكي ثابت في حين يستمر الين الياباني والدولار الأسترالي بالتراجع. لا يزال زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي ضمن قناة صعودية، ويبدو مدعوما بقوة عند 1.1732. لا يزال زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني ضمن قناة صعودية، ويبدو أنه مستعد لاختبار المقاومة عند 113.13. من الصعب التنبؤ بتحركات زوج الجنيه الاسترليني امام الدولار الامريكي في ظل تقلبات الجنيه على المدى المتوسط بتأثير من تطورات البريكسيت السياسية. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع اخر تحديثات الاسواق.